انا هنا راسم مولكيول، انتوا شايفين مولكيول، انا راسمها على كيم درو، تمام؟ فلما برسمها على كيم درو بتبقى 2 دي كده، شايفين؟ طبعا ده شكلها زباله كده. فبنعمل ايه؟ بنعمل لها انرجي مينيمايز. لما عملت لها انرجي مينيمايز ادت شكل كويس شويه، اللي هو الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي دي انهي مولكيول؟ اللي عندي 2 كاربونز، كل واحده ماسكه في 2 هيدروجين وماسكه في كلورين، واخدين بالكم؟ انا ممكن اعملها بشكل احلى شويه. فين؟ كده شكلها اجمل شويه. واخدين بالكم يا شباب؟ طيب انا ممكن اعمل حاجه، بصوا، كومبيوت بوتنشال انرجي، ممكن اقيس البوتنشال انرجي. فهلاقيه كاتب لي هنا الانرجي، يعني الانرجي بتاعت المولكيول دي هي الرقم اللي مكتوب هنا. انا دلوقتي بحاول اقول لكم هو عرف الرقم ده ازاي، يعني هو جاب منين الانرجي دي، تمام؟ لو كنا استنى هرسم، هجيبها لكم تاني زي ما كانت، ثواني تعال نقفل ده كده ونفتحه تاني. فين فين؟ اللي هو ده نفسه زي ما كان، هعمله ريندرنج بس زي ما كان. اتمز خليها كده. طيب تعالوا نحسب الانرجي بتاعت الشكل الزباله ده، شايفين الشكل ده؟ شكله وحش قوي. تعالوا نحسب الانرجي بتاعته، كومبيوت انرجي. بص الانرجي عاليه ازاي، 3552، تمام؟ لما بعمل له انرجي مينيمايز وبريح الاستراكشر، تعالوا نحسب الانرجي، بقت 1.9. واخدين بالكم؟ من 3500 وحاجه بقت 1.9، تمام؟ الانرجي قلت، كل ما الانرجي تقل كل ما يبقى الشكل مور ريلاكس، زي ما انتم شايفين كده. جميل جدا. طيب انا عايز اعرف بقى هو بيحسب الانرجي دي ازاي اصلا، يعني هو عرف يحسب الانرجي دي ازاي. فانا بقول لك ان جنرال دي مولكيولز، المولكيولز بتحسبها بحاجه اسمها كوانتم كيمستري او كوانتم ميكانكس، تمام؟ احنا مش بنستخدم الطريقه دي لان هي بطيئه، ممكن نحسبها دلوقتي بالكوانتم بس هتاخد وقت كتير جدا، تمام؟ طيب امال نعمل ايه بقى؟ بنعمل موديل، سيرتن موديل. الموديل ده عباره عن ايه؟ الموديل ده عباره ان انا بتخيل المولكيول اللي قدام عينيك دي، بتخيلها انها مجموعه سوسه وقوه، تمام؟ فانا متخيلها ان هي سوسه عباره عن كوره عباره عن كاربون ماسكه في كوره ثانيه عباره عن كاربون بسوسه معينه، تمام؟ الاستراكشر اللي فات كان ايه المشكله؟ كان السوسه مضغوطه قوي، تمام؟ فهو بيحسب لما السوسه تبقى مضغوطه الانرجي تبقى زياده قد ايه، تمام؟ وبيريح السوسه، يعني بيرجعها للايكوليبريم بتاعها على قد ما يقدر. فاهمين قصدي يا جماعه؟ تمام؟ فهو اتعامل مع المولكيول دي ازاي؟ اتعامل معاها انها مجموعه سوسه ومجموعه فوق. حد متضايق؟ طيب تعالوا نجرب على سيستم اسهل شويه، او حتى على السيستم ده زي ما هو. لو انا جيت كده هنا، بصوا انا علمت على حاجتين هنا، صح؟ تمام، على كربون وعلى كلورين. البوند ديستنس بتاعتها انا معرفش انتوا شايفين ولا لا، حد شايف؟ 1.781، صح؟ طب انا هغيرها هخليها 4. تفتكروا دي حاجه كويسه؟ المنظر ده وحش، صح؟ تعالوا نقيس الانرجي، الانرجي تفتكروا هيحصل فيها ايه؟ هتزيد. بقت كام؟ بقت 8621. 8620. هو عمل ايه؟ هو لقى ان السوسته دي مشدوده قوي عن وضعها الطبيعي، فالانرجي زادت، تمام؟ فاكرين الرقم المثالي بتاعها كان كام؟ 1.7، صح؟ هرجعها زي ما كانت 1.781 وهقيس الانرجي. الانرجي قلت اهي وبقت جميله، صح كده؟ طيب تفتكروا لما اضغطها، لما اضغطها زياده، يعني لما اخلي دي مثلا 0.2، الانرجي هيحصل فيها ايه؟ هتزيد جدا بقى، تريمندسلي، صح؟ ارقام فلكيه بقى. واخدين بالكم انا بعمل ايه يا جماعه؟ لو جيت اعمل مينيمايز ايه اللي بيحصل؟ بترجع مرتاحه تاني، تمام؟ معايا كده يا شباب؟ حد فاهم انا بعمل ايه؟ تمام؟ هو اعتمد على ايه؟ اعتمد على سيستم اسمه مولكيولار ميكانكس. انت اصلا يو ار فيدنج انسايد، يعني في جماعه ساينتست قبليها اللي عاملين البرنامج ده كانوا حاطين كل الايكوليبريم بوزيشنز الممكنه، تمام؟ وهو ات از تراينج تو ريفيرت تو ذا ايكوليبريم فاليوز. هم جابوا الايكوليبريم فاليوز اصلا دول منين بقى؟ ده هكلمكم عنه كمان شويه. ماشي كده يا شباب؟ حد مش فاهم انا بقول ايه؟ كله معايا؟ مصطفى رجعت للطريقة؟ عظيم عظيم، شيء عظيم جدا. طيب خلينا هنا كده، احنا بنقول ايه بقى؟ بنقول we assign energy penalty to each of these، يعني to each of these elements. احنا عندنا هنا stretching وعندنا هنا stretching،
وعندنا هنا certain angle. لو انا بوظت الانجل دي، شايفين الانجل دي 108، لو انا خليتها 190 مثلا كده الانرجي هتزيد برضو. تمام. طيب هو الانرجي في النهايه، الانرجي عباره عن ايه؟ الانرجي اللي بيحسبها الكمبيوتر هو كل الديفيشنز في الاستراكشر. يعني هو بيحسب كل الديفيشنز ديو تو اول بوند لينكس، وكل الديفيشنز ديو تو اول بوند انجلز، وكل الديفيشنز ديو تو اول دايهيدرال انجلز. تمام. عشان كده هتلاقيه لما بتعمل كومبيوت بوتنشال انرجي، بصوا كاتب ايه؟ كاتب الاستريتشنج از كونتريبيوتنج باي سيرتن فاليو، الانجل كونتريبيوتنج باي بيج فاليو، لان هي المشكله في الانجل اصلا. واخدين بالكم؟ حد مش فاهم؟ اكيد. طيب وهتلاقي نقيس تاني كده بوتنشال انرجي وشويه فاندر فال. في مشكله في الفاندر فال ليه؟ لان لما تلف الموليكيول كده هتلاقي ان دول قربوا من بعض قوي ودول قربوا من بعض. تمام. فاللي هي النون بوندد انتر اكشنز بقى فيها مشكله برضه. طيب لو انا عملت ستريتشنج لدي مثلا، عملت لها ستريتشنج كده بقت 3.5 وجيت اشوف الانرجي، هيبقى عندي مشكله في ايه؟ هيبقى عندي مشكله في الانجل ومشكله في الستريتش، صح كده؟ تعالوا نشوف. اهو الستريتشنج فاليو بقى كبير جدا والانجل فاليو كبير والفاندر فال كبير بسبب الفاندر فال انتراكشن اللي هنا. واخدين بالكم اللي بيحصل يا جماعه؟ طيب تعالوا مينيمايز، نرجع للستراكشر العادي بتاعنا. حاجه ثانيه بقولها للي بياخدوا دراج ديزاين السمستر ده، فاكرين موضوع الانرجي مينيمايزيشن؟ تمام. هو انا دلوقتي دوست انرجي، دوست مينيمايز وقاعد ادوس مينيمايز اهو، بس ما بيديش الانتي كونفورمر، ما بيديش الكونفورمر اللي هو الكلورين دي الناحيه الثانيه، لان هو ترابت في الانرجي ويل ده. فاكرين اللي كنت بقول لكم عليه؟ طيب المهم يلا بينا. يبقى احنا بنعمل ايه؟ وي ار سامينج اول بينالتيز، يعني كل الزيادات في الانرجي دي ديو تو ستريتشنج بتاعت البوندز، ديو تو بيندنج اوف انجلز، دايهيدرالز، نون بوندد انتراكشنز اللي هي فاندر فال اند سو اون. وهو بيدي بينالتي لكل واحده من دول، وبعد كده يجمع كل البينالتيز يقول لك دي الانرجي بتاعت الموليكيول. ولما بيجي يعمل انرجي مينيمايزيشن بيعمل ايه؟ بيحاول يقلل البينالتيز على قد ما يقدر. فاهمين حاجه يا جماعه؟ طيب ده الكلام اللي كنت بشرحه لكم، ان مثلا لو عندنا هيدروجين موليكيول ليها سيرتن فاليو، لو ضغطتها شويه او عملت لها ستريتشنج شويه، الستريتشنج تيرم بيزود الانرجي. تمام. انا حاططه لكم هنا عشان يبقى في السلايدز تعرفوا تراجعوه. تمام. طيب لو انا عندي موليكيول كبيره زي دي كده وجيت اعمل انرجي مينيمايز، هتلاقي ان هنا في ذير ار فاليوز، يعني الدنيا ما بتبقاش صفر، ما بتبقاش زيروز. فهو ما بيعرفش مينيمايز الموليكيول بحيث انه يريح كل حاجه، بس هو بيحاول على قد ما يقدر يريح. فاهمين قصدي؟ يعني ممكن بسبب ان ذير ار سام اتاتشمنتس ما اعرفش اعمل بس اكوموديشنز اوف اول انجلز اور اول بوندز، بس بحاول على قد ما اقدر، فبيبقى في شويه بنالتي، هو بيحاول يقلل البنالتي دي. طيب تعالوا نشوف الحته دي. انتوا شايفين الكلام ولا لازم اكبره؟ شايفينه؟ اكبره؟ بس عشان مش عايز تسجيل يقف تاني. بس كده كويس؟ طيب in some molecular model the bond length between carbon and nitrogen was دي some given bond length. What do you need to do or do you need to calculate the what do you need to calculate the energy penalty corresponding to this bond؟ يعني انت محتاج ايه علشان تعرف ال energy penalty؟ الكلام ده يعني ايه؟ يعني انا عندي certain molecule ايا كانت، certain molecule فيها bonds كتيره وحاجات كتيره، بس فيها carbon ماسكه في nitrogen. تمام؟ at this given conformer، يعني لما انت رسمتها بين الكربون بينها وبين النيتروجين 1.54 انجستر. تمام. انت محتاج ايه علشان تعرف تحسب الاسترتشنج ده الانرجي بنالتي بتاعته قد ايه؟ حد عارف؟ من غير ما يبص. فاهمين ايه المشكله؟ فاهمين الفاليو الاصليه اللي هي بيسموها الاوبتيمال بوند لينث معايا؟ فاهمين المشكله؟ مين مش فاهم؟ مين فاهم؟ طب مين فاهم السؤال؟ نعم؟ مش فارق، بس بيبقى في certain function بتحكم الفرق. فاهمني؟ يعني مثلا ايه؟ ممكن يبقى ال energy وال bond length مثلا او distance
ممكن يبقى ده الاكوليبريم مثلا، وكل ما بتبعد عن الاكوليبريم الانرجي بتزيد كده مثلا. ممكن في نوع ثاني يبقى الانرجي بتزيد كده. يعني لازم ابقى عارف الفانكشنال فورم دي، ودي حاجه من الحاجات اللي انا محتاج اعرفها. يبقى انا محتاج اعرف الاكوليبريم كام، ومحتاج اعرف الفانكشنال فورم عامل ازاي. فاهمين حاجه يا جماعه؟ يعني مثلا هل هي مثلا f equals x squared ولا f equals x cube ولا f، فاهمين قصدي؟ يعني كل لما بغير ال x، كل لما بغير ال bond distance، الانرجي بتزيد بقد ايه؟ هل هي linear؟ هل هي quadratic؟ هل هي، فاهمين قصدي؟ ولو quadratic هي quadratic كده ولا كده ولا كده؟ طيب يبقى انا اول حاجه محتاج اعرف هو ايه ال optimum اصلا؟ تمام؟ يعني علشان احسب ال انا محتاج اعرف ان احنا اتفقنا ان السيستم بتاعنا اللي هو السوسه والكور، انا محتاج اقول له السوسه الفاليو بتاعها كام اصلا، صح كده يا جماعه؟ طيب. ايوه طبعا طبعا، تمام. طيب يبقى انا اول حاجه محتاج اعرف ايه الاوبتيمم بوند لينكس، تمام؟ طيب ومحتاج اعرف هاو سترونجلي ذيس بوند ويل ريزيست ستريتشنج، يعني لما انا ببعد عن الاوبتيمم بوند لينكس ده الانرجي بتزيد بقد ايه؟ تمام؟ ساعتها اقدر اعرف، يعني هكتب ايكويشن حاجه زي كده مثلا. سوري. بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان انا عندي certain constant وعندي ده اللينث، this is the given length اللي هو ده 1.54 وده الاوبتيمم لينث. يبقى ساعتها I can substitute واعرف الانرجي بكام. فاهمين حاجه يا جماعه؟ يبقى انا محتاج ايكويشن زي دي for the stretching، وفي الايكويشن دي محتاج اعرف السلوب ده او الفورس كونستنت دي، ومحتاج اعرف الايكوليبريم فاليو فور بوند لينث. حد زعلان؟ اه بالظبط. انا رسمت اي لينث كده وعايز اعرف الانرجي. زي ما احنا عملنا دلوقتي، مش انا عملت ستريتشنج شويه وقلت عايز اعرف الانرجي؟ انا عايز اعرف بقى الكمبيوتر عرفها ازاي. تمام؟ هو لازم يبقى معاه ايه علشان يعرف الانرجي؟ هو لازم يبقى معاه الحاجات دي، لازم يبقى معاه الاوبتيمم ده، ولازم يبقى معاه الفورس كونستنت ده، ولازم يبقى معاه الايكويشن اللي هو يستخدم انهي ايكويشن علشان يعرف يطلع الانرجي. ثلاث حاجات بقى محتاجهم يا جماعه. تاني، ثلاث حاجات دول، اول حاجه اللي هي الفانكشنال فورم، اللي هي الايكويشن بتبقى عامله ازاي، لان انا ممكن يبقى معايا الفاكتورز كلها دي بس مش عارف ارتبهم ازاي في ايكويشن، يبقى انا لازم يبقى معايا الايكويشن، ولازم يبقى معايا الاوبتيمم بوند لينث اللي هي ال L0 دي، ولازم يبقى معايا السلوب اللي هو بيقول لي لو الايكويشن كوادراتيك، لو الايكويشن عامله كده، لو الايكويشن عامله كده وهي دايما بتعمل كده، هل هي كده ولا هي كده ولا هي كده؟ فاهمين قصدي؟ يعني بتزيد قد ايه؟ هم بيثبتوا ايكويشن البامبس كلها بس بيغيروا الفورس كونستنتس وبيغيروا دي. يعني هو دايما في الكمبيوتر هتلاقيه كل انواع البامبس اللي هي سي مع او، سي مع سي، سي مع ال، سي مع اتش، سي مع وات ايفر، اتش مع او اند سو اون، كلهم ليهم نفس الايكويشن بس بنغير ال K وبنغير ال L0. ما احنا مثبتين علشان تبقى الدنيا سهله، بنثبت الصفات كلها بطريقه معينه بس بنغير الفورس كونستنتس وبنغير الايه؟ الايكوليبيوم لاين. في انواع ثانيه، يعني في الدايهيدرالز مثلا الصفات بتاعتها مختلفه، الايكويشن بتاعتها مختلفه. النون بوندد انتراكشنز باندرفال الصفات بتاعتها مختلفه، اند سو اون، الايكويشن مختلفه. فاهمين حاجه يا جماعه؟ طيب. هيا نكمل. عايز بقى السؤال الخطير، احنا بقى نجيب الحاجات دي منين بقى؟ اللي هو الايكوليبريم بوند لينث والحاجات دي نجيبها منين؟ ايه رايكم؟ مثلا يعني ممكن نعملها ايه؟ ممكن نعملها في اللاب. انتوا عارفين في اللاب، عارفين حاجه اسمها اي ار سبكتروسكوبي مثلا؟ مش كان بيقول لك مش عارف الستريتشنج عند رقم معين، البندنج عند رقم معين، الحاجات دي. الفاليوز دي ممكن احسب منها الاوبتيمم انجلز والاوبتيمم لينث، فاهمين قصدي؟ تمام؟ اللي هي انواع السبكتروسكوبي المختلفه ممكن احسب منها الاوبتيمم لينث وانجلز فور اول تايبس اوف اتمز. تمام؟ الكربون مع الاكسجين بتبقى عامله ازاي؟ الكربون مع الكربون بتبقى عامله ازاي؟ يبقى انا ممكن اجيبها فروم اكسبيرمنت. طيب حد يقترح عليا حاجه ثانيه ممكن اعملها؟ الداتا بيز بنعملها ازاي؟ الناس اللي مين بيعملوها ازاي؟ احنا مش هنعملها. مثلا المقامير التانيين بيعملوها ازاي؟ الداتا بيز موجوده طبعا، بس انا عايز اعرف الناس بتعملها ازاي؟ الناس بتعملها من السبكتروسكوبي دي تول. في تول ثانيه مشهوره اسمها، انا لسه قايل لكم عليها،
الطريقه الصح اللي بحسب بيها اي اي مولكيول اللي هي كوانتم ميكانكس. هي كانت مشكله الكوانتم ميكانكس ايه؟ ما بعرفش عن ده حاجات كتير. طب وين قال احنا لازم نعمل ده حاجات كتيره؟ ما نعمل بيها حاجه صغيره يعني، نعمل بيها سيستم صغير مثلا عامل كده تمام، واجيب منه دي يعني اجي اعمل حاجه زي اللي هي الفورمالدهايد مثلا او مش عارف كيتون وات ايفر، واجيب منه بس السي دبل بوند او بتبيهيف ازاي تمام، واخد البارامترز منها واطبقها على الحاجات الكبيره. فهمتوا اللعبه؟ يبقى انا الاستراكشر الكبير حاجات صغيره واجمعها بالظبط، اخد منه شويه بارامترز تفيدني بقى لما اجي احسب الاستراكشر الكبير. بيسموا اللعبه دي بيسموها ليها كلمه كده في الساينس اسمها ترانسفيرابيلتي. Transferability يعني ايه؟ يعني انا I can calculate a parameter for a small molecule and then use this very same parameter for a big molecule. تمام؟ ففي طرق كده بيعملوها الجماعه الساينتست عشان يتاكدوا ان البارامترز ار ترانسفيربل، يعني ممكن اطبق البارامترز دي على سيستم تاني. من ضمن الحاجات دي ايه بقى؟ الموضوع ده انا عايزكم تبقوا عارفينه. ثواني كده اشوف هنكتبها ولا لا؟ الامبليكيشن بتاع الكلام ده ايه؟ ان انا بجيب certain parameters ينفع تتطبق على cases معينة تمام؟ بجمع البارامترز دي بحاجة بسميها force field. يبقى الforce field ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن شوية equations على شوية parameters بعرف احسب بيهم certain types of molecules. فاللي احنا بنعمله ايه؟ ان احنا بنجيب حاجة زي البروتين، احنا عايزين نحسب البروتين صح؟ بنحسب الانرجي بتاعته ونحسب الكونفورميشن ونحسب الحاجات دي كلها. فبعمل ايه؟ الـ A units بتاعت البروتينز امينو اسيد تمام؟ اليونتس على البروتينز امينو اسيد، الامينو اسيد ده صغير ممكن احسبه بالكوانتم ميكانكس واطلع البارامترز اللي فيه تمام؟ البارامترز اللي فيه طالما هي بتاعت امينو اسيد دي ممكن تتطبق على البروتين، فاهمين قصدي؟ لكن ما ينفعش اخد البارامترز بتاعت الامينو اسيد واطبقها على الار ان اي او على الدي ان اي تمام؟ ده غلط وهوريكم دلوقتي الغلط ده بيعمل مشكله كبيره. فاهمين قصدي؟ يبقى فكرة الفورس فيلدز أو فكرة اللي هي الرونج ميكانكس اللي أنا سميتها رونج ميكانكس دي بيسموها مولاكيولار ميكانكس. المولاكيولار ميكانكس دي لازم أنت تستخدمها تبقى عارف أنت بتعمل إيه. لأن أنت بتستخدم ميكانكس مبنية على بارامترز. والبارامترز دول أر جود فور وان فور سام سورت أوف بروبلمز مش فور أول سورت أوف بروبلمز. هوريكم دلوقتي على إم أو إي حاجة من الحاجات اللي محدش بينتبه لها. بصوا لو بصيتوا في ام او اي هو في الفيرجن اللي معايا موجود هنا بس الفيرجن اللي معاكم موجود في حته تانية. بصوا انت بتختار حاجه اسمها فورس فيلد. بصوا هعمل لودنج. الفورس فيلد اللي مختارينه ده مكتوب عليه ايه؟ It is parameterized for gas phase small organic molecules. يعني ده ما ينفعش تستخدمه للبروتينز اصلا واحنا في اللاب بنستخدمه للبروتينز. الكلام ده غلط. فاهمين قصدي؟ يعني لازم انت وانت بتستخدم حاجه عشان حاجه هو ده معمول البارامترز بتاعته معموله عشان ايه؟ عشان تستخدم على جاز فيس سمول اورجانيك مولكيولز. لو انت جيت تستخدمها على بروتينز تبقى غلطان. معايا يا شباب في اللي انا بقوله؟ كله فاهم انا بقول ايه؟ طب لو انا عايز استخدم حاجه تنفع لبروتينز هتدور هتلاقي. هتلاقي هنا مثلا حاجه زي امبر 12 اي اتش تي. بص بقى بيقول لك ايه؟ بارامترز فور بروتينز اند نيوكليك اسيدز. يبقى احنا مظبطين هنا بارامترز تنفع للبروتينز وتنفع للنيوكليك اسيدز. واخدين بالكم انا بقول ايه يا جماعه؟ يبقى لازم استخدم the correct force field. Why do I have to choose a certain force field for my problem? علشان the force field, these four fields, this is the key word. These force fields are parameterized. Parameterized ازاي؟ يعني محتاجه شويه parameters. Parameters زي ايه؟ زي equilibrium bond length, what type of atoms and so on, some atom types and so on. تمام؟ These are parameterized for a certain group of molecules. دول متظبطين عارفين they are tailored متزنجفين علشان دول بالذات. احنا مظبطينهم علشان احنا مظبطين السوست علشان تعرف تحسب البروتينز. ما ينفعش تاخد سوست البروتينز وتحطها في حاجه ثانيه. فاهمين قصدي يا جماعه؟ لا دي حاجه ثانيه. بارامترز غير ديسكربترز. ديسكربترز اللي بتستخدموها في الكيو صار حاجه ثانيه. بس ساعات يبقى في سام سورت اوف اوفر لا بس مش هنا. يعني بين الكلمات يعني. طبعا طبعا يبقى انت كده انا بقرا بيبر مثلا والاقيه مش كاتب الفورس فيلد اللي هو استخدمه انا عارف ان ده مش عارف هو بيعمل ايه اصلا. فاهم؟ هو بيهيط يعني بيعمل اي حاجه هو داس نكست وبتاع قشطه عمل له مولكيول عمل له شكله حلو وجاب صوره بس هو مش عارف هو بيعمل ايه. فاهمين قصدي يا جماعه؟ لان هو لازم يقول لي لان انا الانرجي اللي هحسبها بالفورس فيلد ده هتحسب هتفرق عن الانرجي اللي هحسبها بالفورس فيلد الثاني هتفرق اند سو اون. وده هيفرق في الايه؟ لو انا عايز اعمل مثلا انرجي مينيمايزيشن المينيمايز انرجي بالفورس فيلد ده هتبقى غير المينيمايز انرجي بالفورس فيلد الثاني، الكونفورميشن هيبقى مختلف عن ده، كل حاجه مختلفه. انت لازم تظبط الحاجه اللي انت بتحتاجها فور يور اون بروبلم. تمام؟
ممكن الموضوع ده ما يفرقش قوي في اللاب لان احنا في اللاب بنبقى محتاجين بس to show you just how things work. تمام؟ وفي some sort of docking ممكن ما يبقاش مهم. بس طبيعي انك انت بتاخد البروتين وبتعمل له مينيمايزيشن اند سو اون، ما ينفعش تعمل خطه المينيمايزيشن دي غير لما تختار الفورس فيلد الصح. فاهمين حاجه يا شباب؟ طيب. احنا هنا بنتكلم في ادفانس ميديسنال كيمستري، فعشان كده انا بحاول اقول لكم التريكات اللي ما بتبقاش متقاله في الدراج ديزاين. ده منظر الفورس فيلد، انا مسايب لكم الحاجات دي كلها عشان تبصوا عليها في اللكتشر يعني. ده منظر الفورس فيلد زي ما اتفقنا، مثلا ده الام ام اف اف 94 اكس اللي بيستخدموه على طول، ده بارامترايز فور جاز فيس سمول اورجانيك مولكيول زي ما شايفين، ودي انواع الايه الفورس فيلدز المختلفه. حلو جدا. طيب عايز اعمل لكم بس مقارنه سريعه بين الفرق بين الكوانتم ميكانكس والمولكيولر ميكانكس. تمام، احنا اتفقنا الكوانتم ميكانكس هي الميكانكس الصح اللي بحسب بيها الايه المولكيولر سيستم. فالكوانتم ميكانكس اي دو نوت نيد اني بارامترز، عشان كده بيسموها ايه؟ اب انيشيو. تمام؟ المولكيولر ميكانكس اي هاف تو هاف كوريكت بارامترايزيشن، يعني the quality of my model depends on the quality of the parameters. ماشي؟ علشان كده بنسميه empirical method. معايا يا شباب؟ طيب الكمبيوتيشنال كوست يعني بتاخد وقت قد ايه عشان تحسب، او محتاجه ريسورسز عامله ازاي؟ طبعا ريسورسز عاليه في الكوانتم ميكانكس وواطيه في المولكيولر ميكانكس. طيب السبيد ان كوانتم ميكانكس ات از سلو، ان مولكيولر ميكانكس ات از فيري فاست. ابليكابيليتي في الكوانتم ميكانكس يو هاف سم ليميتد نمبر اوف اتومز، لان بعد كده بيبقى الحساب صعب جدا 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 لدرجه غير متخيله يعني، لدرجه مش منطقيه. تمام، انا بس مش عايز اديكم انطباع غلط في سم سورت اوف باد كوانتم ميكانكس وجود كوانتم ميكانكس، يعني بيعملوا شويه ابروكسيميشنز وحاجات ثانيه بس مش موضوعنا خالص يعني. لكن في المولكيولر ميكانكس ات از اب تو ثاوزندز اوف اتومز براحتك يعني، المولكيولر ميكانكس دي تطبقها على اي عدد براحتك خالص. طيب الاكيرسي في الكوانتم ميكانكس ات از جنرالي جود، المولكيولر ميكانكس ات از جود امتى؟ اف يو هاف جود بارامترز. تمام، طيب حلو قوي. في الكوانتم ميكانكس يو اكاونت فور الكترونز، في المولكيولر ميكانكس مش شايفين، احنا حاطين سوسيت وكور، احنا وي ار نوت ثينكينج اباوت الكترونز اني ويز. تمام، لما بتيجي تعمل انرجي مينيمايزيشن في الكوانتم ميكانكس لازم تستخدم الجوريزم كويس بحيث ان هو يوصل للمينيمم بسرعه. في المولكيولر ميكانكس مش مشكله لان الحساب نفسه مش مكلف. تمام، الفروقات دي انا عايزكم تبقوا عارفينها يعني، ممكن ابقى اسلم فيها في الامتحان. طيب سيبكم من ده ولا ماشي. ده كومباوند اسمه بايوتين. تمام، لما باجي ارسمه في ام او اي، لما جيت ارسمه رسمته بالمنظر ده، ده برضو 2 دي. لما جيت اعمل له مينيمايزيشن عمل كده. تمام، ولما جيت احسب الانرجي بتاعته حسبت الانرجي وايه واداني سيرتن فاليوز، لان احنا اتفقنا ان ايه ان مش كل حاجه هتبقى اوبتيمم، مش كله هيبقى صفر، صح كده يا جماعه؟ طيب كويس جدا. البايوتن دي ليه كونفورميشنز كتير، دول مثلا ثلاثه كونفورميشنز كل واحده منهم ليهم انرجيز مختلفه. يعني عندنا ثلاثه كونفورميشنز اهو، الكونفورميشن ده مثلا عامل انترنال هيدروجين بوند فهتلاقي الانرجي بتاعته قليله قوي، الكونفورميشن ده مش عامل فالانرجي بتاعته عاليه، الكونفورميشن ده بين البنين، واخدين بالكم؟ كل واحد ليه سيرتن بينالتيز، في حاجات منها بتبقى احسن يعني، مش بينالتي بقى ده بالاحسن. تمام، لانه عامل انترنال هيدروجين بوند. تمام، طيب زي ما انتم شايفين في كونفورميشنز كتيره للموليكيول الواحده. انا لما جيت ادرس لكم في الدراج ديزاين قلت لكم على طريقه نعمل بيها انرجي مينيمايزيشن، وما قلتلكوش بنعمل كونفورميشن اناليسيس ازاي. تمام، حد متحمس يعرف غير عمر اللي انا حكيت له؟ هو انا مش عايز بس ازود عليكم الدنيا قوي، بس اللي عايز اقوله لكم ان في طريقه تقدر تحسب بيها الكونفورميشنز المختلفه للموليكيول بتاعتك. تمام، ودي بتسمع في ايه؟ بتسمع في جوده الدوكينج اللي انت بتعمله. طيب ما اظنش الحته دي مهمه لينا دلوقتي، تعالوا نخش للتوبيك اللي جاي. لا الاسئله هبقى تبقى كونسبتوال يعني، هسالك مثلا لو عملنا كذا تتوقع الانرجي تزيد ولا تقل، حاجات كده يعني. اه بالظبط، لو مثلا علشان احسب حاجه مثلا، لو عايز احسب مثلا انرجي اوف ا سيرتن مثلا سمول مولكيول، انهي مور اكيوريت، استخدم كوانتم ولا مولكيولر ميكانكس؟ فانت تقول لي كوانتم ميكانكس. لو حاجه كبيره مثلا بروتين اقدر استخدم كوانتم ميكانكس، تقول لي لا المفروض استخدم مولكيولر ميكانكس. فاهمين قصدي؟ حاجات الكونسبتشوال الاساسيه دي.
ايه الفرق بين يعني ايه فورس فيلد؟ هل ينفع اطبق الفورس فيلد بتاع حاجه على الثانيه؟ طب وليه ما ينفعش؟ الحاجات دي الحاجات الكونسبتشوال دي اللي هسال فيها. تمام؟ طيب يبقى انا كده فرجتكم على اول جزء في فقرتنا النهارده اللي هو كان بتاع الانرجي كالكوليشن. قلت لكم ان في طريقتين ان جنرال بنحسب بيها الانرجي. الناس اللي وشها نور اذا حاجه فهمت ثاني الاخبار بتاع الماتش. الناس اعصابها باظت قوي امبارح. انا مراتي معلوماتها الكرويه اوحش مني كمان، فقاعده جنبي بتقول لي هو الناس متضايقه كده ليه؟ بقول لها لا هو موضوع كده. ف بقول لها لا اصل ده هيحدد بقى مصر تخش كاس العالم ولا لا. قالت لي هو لو دخلوا كاس العالم ايه اللي هيحصل؟ خلاص بقى انت نامي انت دلوقتي عشان في 70 مليون واحد بره هيموتوا دلوقتي. كان ظروف لطيفه يعني. فالناس نامت امتى امبارح؟ انا نمت والحصري مولع هنا قاعدين يعملوا حاجات غريبه كده صح. يلا مش مشكله. واحد بعت لي فويس نوت في يعني في اللي هو اللعب اللي في الحصري والزعيق وكان انت انا مسجله فويس نوت من البيت وقلت له سامع صوت الغساله. يلا مش مشكله. يلا بينا ركزوا يا شباب. التسجيل باظ. لا شغال. طيب ازاي تقيس الانرجي او ازاي بحسب الانرجي؟ مش رئيس اكيد. ازاي بحسب؟ How do we calculate energy for molecular system؟ تمام؟ اتفقنا ان في طريقه اكيد اللي هي كوانتم ميكانكس كنا بنسميها ابليشن ميثودز بس ما بتنفعش للسيستمز الكبيره. وفي طريقه مش اصلا بتاعت السيستمز دي اللي هي مولكيولر ميكانكس. بنعتمد على ايه؟ ان احنا نجيب شويه بارامترز بنجيبهم منين؟ بنجيبهم سبكتروسكوبي او كوانتم ميكانكس. وبعد كده بنبتدي نستخدمهم مع فانكشن كورتز اوبريشنز معينه وشويه كونستانتس علشان احسب بيهم الانرجي بتاع المولكيولر سيستم. تخيلوا ان هو خصوصا بالباور حاجات. تمام؟ اتكلمنا عن يعني ايه بارامترز، اتكلمنا عن ايه فورس فيلد، اتكلمنا عن ايه ترانسفيربيلتي، اتكلمنا عن حاجات كتيره جميله لطيفه. حد زعلان؟ كله فرحان وحاسس بالسعاده المطلقه؟ في ايه يا جماعه؟ انتوا نايمين كده ليه؟ نعم؟ اللكشة الصعبة؟ هي دي اصعب حاجه ده الفيل، وبعد كده الدنيا هتبقى هاديه ان شاء الله. طيب ال تمشيش يا دينا، تمشيش موضوع كبير. اشربي ماشي. طيب انتوا كلكم عارفين احنا اتفقنا ان احنا نتكلم عن ثلاث حاجات، يعني دي الحاجه الثانيه دلوقتي. انتوا كلكم عارفين سمعتوا عن حاجه اسمها مولكيولار داكنج صح؟ سمعتوا عن حاجه اسمها ريجيد بادي داكنج وسمعتوا عن حاجه اسمها فلكسبل داكنج. حد يقدر يقول لي الفرق ما بينهم بسرعه؟ Let's start with the rigid body. What do we mean by rigid body docking? جميل. Receptor does not change its conformation while we are trying to dock the ligand inside. صح كده؟ طيب flexible docking كان يعني ايه؟ جميل. بس خلي بالك بقى there is some يعني في حاجه بس كده عايز اوضحها. انت قلت لورتو صح، انت قلت ان الريسبتور بيغير شكله شويه عشان ياكوموديت الليجن صح كده؟ الريسبتور كله على بعضه بيبقى ريجيد الا الاكتف سايد. ذا اكتف سايد از ذا اونلي ثينج ذات تشينجز. واكشلي انتوا عارفين الاكتف سايد بيبقى فيه امينو اسيدز صح؟ مش كل اكتف سايد حتى بيتغير. ذا سايد تشينجز اونلي اوف ذا امينو اسيدز ار فلكسبل. تمام كده؟ يبقى الفلكسبل داكنج اللي بنتكلم عنه معناه ايه؟ معناه وي ار جاست الاوينج ذا سايد تشينجز ذا سايد chains to change conformation while we are trying to dock the ligand inside. Okay, inside the active site. حتى الآن؟ طيب. في مشاكل بقى في المولكيولر داكينج. يعني أنا عايز أقول لكم الحقيقة المرة. تعالوا نشوف الحقيقة المرة. الكلام ده أنا عايزكم تبقوا عارفينه زي اسمكم بقى. لأن الكلام ده يا جماعة الكلام ده ما بيتقالش، والكلام ده هو الصح. يعني المشكلة العيب إنك أنت تتخرج وتبقى فاكر انك انت ممكن تجيب ليجند وتحطه في التارجت وكده تعرف كل حاجه الدنيا زي الفل. تمام؟ الكلام ده مش صح. يعني في ليميتيشن. ومثلا اللي انا قلت لكم النهارده مثلا ليميتيشن مشهور انك انت لازم تختار بارامتر صح، لو ما اخترتهاش انت في عمرك. تمام؟ طيب تعالى بص نقرا الكلام ده كده. الكلام ده انا جايبه من ريفيو مشهور اسمه كده بي وير اوف داكنج، يعني خلي بالك من داكنج. تمام؟ لان هو راجل داكنج اكسبرت يعني هو عامل الموضوع ده اسمه مش عارف مين تشالنجين حاجه يين تشينج مش فاكر هم كلهم زي بعض. هو راجل سني كلهم زي بعض.
فهو بيقول بيور اوف دوكينج، يعني خلي بالك انت بتعمل دوكينج لشويه حاجات تمام. الريفيو ده حلو انا انصحكم بيه لو حد متحمس يفهم موضوع الدوكينج ده كويس، بس انا جايب لكم منه شويه لقطات صغيره في السلايد دي بس تمام. ركزوا بقى معايا لو سمحتوا علشان تبقوا اشخاص بتفهموا تمام. بيقول ايه؟ بيقول based on past studies the 10 most potent ligands obtained from screening usually fail in the real bioassay test. يعني ايه بقى؟ يعني لما انا بعمل screening، فاكرين موضوع screening احنا اتفقنا ان احنا بنبتدي molecules كتيره ونحاول نعمل screening عشان نطلع molecules active. احنا قلنا ايه؟ بنستخدم الكمبيوتيشنال ميثودز علشان نحاول نقلل عدد المولكيولز دي تمام؟ وبعد كده ناخد المولكيولز اللي احنا مقترحينهم حسب الكمبيوتيشنال ميثودز بتاعتنا ونديهم للاكسبيرمنتالست، هما يروحوا يصنعوها في المعمل ويقيسوا البيولوجيكال اكتيفيتي بتاعتها، صح كده يا جماعه؟ طيب نتخيل ان انا كنت نادي I'm starting with 100,000 compounds تمام؟ وقعدت اعمل فارماكوفور موديلنج اللي انتوا اتعلمتوه في الدراج ديزاين ودوكينج وحاجات كده لغايه لما وصلت عملت دوكينج في الاخر وطلع لي 10 موست اكتف، يعني السكور بتاعهم احلى سكور فيهم كلهم تمام كده؟ غالبا لو رحت اقيسهم في المعمل هلاقيهم مش اكتف. يعني هو ده this by experience ده اللي الناس لقوه. طيب يعني موضوع الدوكينج ده فاكسل الدرجات دي؟ قالك لا مش فاكسل الدرجات، عايزين نحط الموضوع ايه ان its correct value in context. قالك ايه؟ the top 100 ligands often provide the potent hits in vitro. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تعمل دوكينج experiment على مثلا 100,000 compound ما تاخدش اخر 10 هم دول مثلا تحسهم، لا وسع شويه يعني خد احسن 100 من احسن 100 دي غالبا هتلاقي فيه حاجات كويسه. مش شرط الدوكينج يبقى مديها لك 100% كراك، يعني الدوكينج مثلا ممكن يقول لك ال 10 دول احسن حاجه وبعد كده في حاجات وحشه شويه، في حاجات اوحش ممكن من الاوحش دول بس within the top 100 you can still find proper lead compounds. فاهمين حاجه يا جماعه؟ تمام؟ فاهمين؟ طيب يبقى اللي انا بتكلم عليه ده ايه؟ اللي بتكلم عليه دي مشكله انك تعرف تلاقي lead compound عن طريق الدوكينج. أو كذا في كذا الامتحان، يعني ليه في مشكلة في إنك تلاقي ليد كومباوند عن طريق الدوكينج؟ فلازم تقول لي الكلام ده، تمام؟ طيب المشاكل بتيجي منين بقى؟ بص، although the highest doc scores might not provide the best leads, overall prediction of docking seems not to be so bad. يعني الـ overall prediction كويس، مش لازم يديك الحاجات بالظبط إن الأحسن 10 هم الكويسين، لا، بس in general مثلا أحسن 100 هتلاقي فيهم حاجات أحسن. فاهمين قصدي يا جماعة؟ طيب المشاكل بتيجي منين بقى؟ انت دلوقتي يو ار ان جود شيب انك انت تقدر تفهم المشاكل بتيجي منين. لان احنا اتكلمنا عن حاجات كتيره قوي تقدر تجمع منها الكلام اللي هيتقال دلوقتي. اول حاجه ذا ريلايبيليتي اوف بروتين ستراكشر، احنا اتكلمنا عن البروتين ستراكشر وان ممكن يبقى فيه مشاكل اند سو اون. فانت لما بتيجي تستخدم بروتين ستراكشر ممكن البروتين ستراكشر نفسه ما يبقاش ريلايبل. This is the first thing. Second thing, the environment of the binding site. البايندينج سايت نفسه ممكن يبقى فيه حاجات مختلفه عن اللي انت بتعملها على الكمبيوتر، يبقى في شويه بوتر مولكيولز انت يو ديسكارد او العكس حاجات كده تمام. The pH of the protein، انت لما بتيجي تعمل الكلام ده جوه الدوكينج اكسبيرمنت انت يو اولويز اجنور ال pH of the element. ساعات او حتى بتاساين سم pH وعلى اساسه بيبقى في سم بروتونيشن، يعني مثلا ال COOH بتبقى COO minus. ليه؟ because you are assuming some pH. ممكن pH في البروتين انفيرمنت تبقى مختلف، يبقى انت كل الشغل اللي انت بتعمله غلط تمام. طيب اخر حاجه بقى ليها علاقه بكلامنا النهارده دي accuracy of scoring function. السكورينج فانكشن معتمد على كل الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده. ممكن الحاجات دي ما تبقاش very accurate for this system وفي انواع كتيره من السكورينج فانكشنز، فانت you have to validate. انتوا اتكلمتوا في اللاب بتاع الديزاين عن ايه؟ اتكلمتوا عن validating البوزز بتاعه الايه اللي هو السيلف دوكينج. فاكرين الموضوع ده قلتوا الاسبوع اللي فات للناس اللي بتاخد ديزاين، كنتوا بتعملوا بتجيبوا نفس الليجند اللي هو النيتف ليجند وتعملوا له دوكينج في نفس. انت الموضوع ده بياكد لك البوزز، بتاكد من سام سورت اوف سكورينج، بس ده ما بيعملش الدنيا كلها. فلازم بيعملوا هم شويه تجارب وشويه فاليوز لازم يحسبوها علشان يتاكدوا ان الدوكينج بروسيدر بتاعه كويس. هل كل الناس تعمل كده؟ لا، في ناس كبر دماغها يعني. بس this is the good practice. ما هو الام او اي عامل سكورينج والام او اي فيه مليون طريقه سكورينج، انت بس بتدوس نكست ما بتختارش الطريقه تمام. ففي طرق، في كذا طريقه سكورنج في ام او اي نفسها تمام. واحنا مش عندنا ام او اي بس، احنا عندنا 7000 برنامج تانيين وكل واحد معاه السكورنج بتاعه، فاحنا لازم بنجرب حاجات كتيره قبل ما نطمن ان الدوكينج شغال كويس على السيستم بتاعنا. فاهم قصدي؟
طيب ده اللي الناس بتعمله في الدوكينج غالبا. بيعملوا ايه؟ بيجيبوا certain crystal structure تمام، او بيعملوا وبيعملوا library of chemical compounds ويجربوهم يعملوا docking في بعض. successfully docked compounds بيعتبروهم leads، وبعد كده بيبتدي يعمل lead optimization، يبتدي يعملوا drug candidates. ده اللي هو computer aided drug design يعني. تمام، ده اللي انت عارفين الكلام ده اظن. طيب في طريقة تانية بقى احسن، ودي اخر حاجة في ايه حلقتنا النهارده الفقرة التالتة. بقى اتكلمنا الاول عن طريق حساب الانرجي، وبعد كده اتكلمنا عن مشاكل الدوكينج. انا ما اتكلمتوش عن الدوكينج نفسه، اتكلمتوا عن مشاكل الدوكينج على اساس ما عارفين يعني ايه دوكينج. تمام، عاملين حاجه بقى ان انا هكلمكم عن الاحسن من الدوكينج. احنا اتفقنا ان عندنا حاجه اسمها ريجيد بادي دوكينج صح، وعندنا حاجه اسمها فلكسبل دوكينج. كنا بنقول ان الفلكسبل احسن شويه بيكوز الاكونتس فور سام فلكسبيليتي. المثل بقى اللي هكلمكم عليها دي بقى الفلكسبيليتي كلها، فلكسبيليتي شخصيه تمام، اللي هي اسمها مولكيولار داينامكس. في المولكيولار داينامكس كل حاجه فلكس، البروتين كله على بعضه فلكس. هوريكم دلوقتي المولكيولار داينامكس عامله ازاي. تعالوا نشوف سيرتن بروتين كده، نفتح اي بروتين من اللي عندي. انتوا زعلانين؟ مش عايز حد يزعل. عايزين اي حاجة. ما عنديش ولا بروتين. اي بروتين. انا مش مركز، بس ثواني كده. في واحد كنت شغال عليه قريب. شوف هنا كده هلاقي ان شاء الله. اتفضل يا فندم. بص انا هوريكم على ده بس ان جنرال كده عشان تفهموا قصدي. بصوا اللي بيحصل في المولكيولار داينامكس، ممكن اعمل كومبيوت سيميوليشنز داينامكس. هو اللي انا هعمله دلوقتي غلط، بس يعني اللي هو نظام دوس نكست يعني. بصوا اللي هيحصل. اوكي تعالوا نجربها على حاجة تانية عشان تبان. ثواني معلش. حتى لو مولكيول صغننة بس تفهموا قصدي. هنجرب نفس المولكيول الصغنطوطة دي. تمام؟ بصوا اللي بيحصل في المولكيولار داينامكس، المولكيول ما بقتش على بعضها كده، بتجرب كل حاجه. You are exploring the whole surface. تمام، if you leave it long enough او لما ظبط البارامترز بطريقه معينه، انت بتكسبلور كل حاجه تقريبا يعني، بتجرب بتحاول على قد ما تقدر. بصوا هيبتدي ايه، شايفين اللي حصل يعني؟ لو انا وقفت دلوقتي بصوا اللي حصل يا جماعه. لا انا عايز اللقطه اللي فاتت بس، مش مشكله. انا ما اعرفش خدتوا بالكم ولا لا. تعالوا نبص تاني كده. بصوا اللي هيحصل، هو بيجرب حاجات كتيره غير الطبيعي يعني. حتى هتلاقوه قام عمل ايه، قام عمل كروسنج للحته دي، البوند دي الكلورين هتلاقيها جت هنا يعني. هو بيجرب كل حاجه، مش بيعمل زي في المينيمايزيشن العادي. تمام، هو بيكسبلور السيرفيس كله، بنش انرجي سيرفيس كله على قد ما يقدر يعني. تمام، if you leave the dynamics long enough بتبتدي تكسبلور اجزاء اكتر في السيرفيس، بتبتدي تكسبلور كونفورميشنز اكتر. تمام، وطبعا انت بتظبط شويه بارامترز، وانا ممكن استخدم فورس فيلد غلط يعني، بس مش يعني انا شوينج. نعم، هو هنا ما اتحركش، بس لما عملتها شويه ممكن يظهر في الفيديو ان شاء الله.
دي طريقه من الطرق اللي بتستخدم في الكونفورميشن سيرش اللي هي طريقه المولكيولار داينامكس. هتلاقيها حتى لما باجي اعمل كومبيوت كونفورميشنز سيرش مكتوب هنا لو مود ام دي. ام دي يعني مولكيولار داينامكس. طريقه من الطرق اللي بنعمل بيها كونفورميشن سيرش. تمام. هو بيحاول اهو الراجل بيحاول. طيب نسيبه يلعب شويه نشوفه هيوصل لفين هناك ونرجع لموضوعنا. في المولكيولار داينامكس ايه الفوائد اللي عندي؟ اولا انا عندي مور اكوريت انرجي كالكوليشن. بص الجمله اللي جايه دي بقى انسامبل بيست كالكوليشن. انسامبل يعني ايه؟ يعني تجميع. الكالكوليشن الواحده بتبقى معتمده على تجميع الكونفورمرز كتيره. يعني ايه؟ يعني لما انا باجي بحسب البايندينج بتاع ليجند في التارجت انا عايز اشوف مثلا الليجند بيعمل سيرتن هايدروجين بوند. في المولكيولار داينامكس انا بعمل مليون الف كونفورمر واشوف في المليون الف كونفورمر دول الهايدروجين بوند ستيل ذير ولا لا. يعني بسيبه كتير بقى براحته يقعد يجرب ولو هو مرتاح في الوضع بتاع الهايدروجين بوندنج ده هيفضل فيه كتير. فساعتها بقدر اقول مثلا هو بيعمل هايدروجين بوندنج مثلا ال 90% of the time. انا مضطر للهايدروجين بوند. ثاني حاجه بقى understanding the dynamic behavior of molecules. ان المولكيولز ما بتبقاش حاجه ثابته كده. هو انا للاسف ما اخترتلكوش مثال لطيف. يعني لو كنا عاملين هيدروجين بوند نتورك كنت هتلاقي مثلا ووتر مولكيولز بتمسك وتفتح بتمسك في حته كده تعمل هيدروجين بوند وبعدين تفك منها وبعدين تعمل هيدروجين بوند في حته ثانيه and so on. هحاول اجيب لكم فيديو احلى ان شاء الله بعمل له بوستنج. طيب tracing conformational changes and it presents better exploration of conformational space. حد زعلان يا جماعه؟ يبقى دي فوائد الايه المولكيولار داينامكس. ممكن يوصلنا للجلوبال مينيمم. ده ممكن يوصلنا للجلوبال مينيمم لو محتاجينه يعني. طيب انا ما قلتلكوش مشاكل المولكيولار داينامكس هنا. انا عايز نقولها يعني. يعني التشالنجز نكتبها مع بعض بقى. تفتكروا ايه التشالنجز بتاعت حاجه زي كده؟ يلا نكتبهم سوا. تايم كونسيومينج بالظبط كده. تمام. يبقى مور كومبيوتيشنالي اكسبنسيف ومور تايم كونسيومينج. في حاجات ثانيه. It needs some accurate accurate setup. لما بنيجي نعمل molecular dynamics يا جماعة بصوا هو خلص الداينامكس بس تعالوا نشوف كده فين molecular dynamics simulations sorry simulations dynamics. لما تيجي تعمل داينامكس هتلاقي في بارامترز كتيره لازم تظبطها. منها ايه؟ منها مثلا التمبريتشر اللي انت عايز الداينامكس تتعمل عندها، البريشر، حاجات كده معينه. يعني في بارامترز كتيره بتبقى اكتر من الحاجات المطلوبه في الدوكينج. الكلام ده بيبقى محتاج حد فاهم شويه هو بيعمل ايه. يعني الموضوع ممكن نعبر عنه ازاي؟ ممكن نعبر عنه اللي ايه؟ It requires ممكن بدل accurate ممكن اسميها sophisticated setup. تمام. وبعد كده محتاجه some expertise to analyze the results. الحاجات دي عايزكم تبقوا عارفينها لان ده in general. يعني ده الكلام in general. انا مش طالب منكم details بتاع الداينامكس تعمل ازاي او اي حاجه. وان كنت قايل لكم هنا انا ناقلها هنا هنزل لكم الكلام ده بس ده مش علينا. هنزل لكم ازاي الداينامكس تتعمل. تمام. دي الستبس اوف داينامكس. انا ناقلها من الكتاب بالظبط، من كتاب مشهور يعني بيتكلم عن الايه الداينامكس. اللي عايز يقراها وعايز يدردش معايا فيها بعد كده they are welcome يعني. تمام. نعم. لا بيكمل بس بياخد وقت. يعني انا مثلا لما كنت بشتغل بالحاجات دي في الريسيرش بتاعي كان الكالكوليشن بتاع مثلا بشتغل على 16 بروسيسور مثلا الكالكوليشن بتاخد شهور. يعني بسيبها كده راننج بقى تعيش حياتها. بعد شهر مثلا ارجع اشوف عملت ايه. فالموضوع بياخد وقت طبعا. الدوكينج تعرف تعمله وانت واقف. وبعد كده ممكن ياخد شهر ممكن ياخد اكتر. وساعات بيستخدموا حاجات عارفين البروسيسنج يونت الجي بي يوز اللي بيستخدموها في الجيمنج والحاجات دي بقوا بيستخدموها للحاجات دي للكالكوليشنز دي عشان تاخد
بتعرف تبروسس اسرع تمام. فبتقدر تكسبلور بيها كونفورميشنز اكتر وممكن تحسب بيها حاجات ثانيه بقى, ممكن تحسب بيها يعني بارامترز ثانيه تمبريتشر وحاجات كده تمام. الحاجات دي ما تقدرش تجيبها طبعا من ايه, من الدوكيمنت. طيب حد متضايق يا جماعه؟ النهارده اتكلمنا عن ايه؟ النهارده اتكلمنا عن الطرق اللي بحسب بيها الانرجيز, واتكلمنا عن الليميتيشنز بتاعه المولكيولر دوكينج. كلمتكم بسرعه عن الليميتيشنز بتاعه المولكيولر دوكينج اللي هي ليه المولكيولر دوكينج از نوت ذات جود ان فايندينج ليد كومباوندز, او ليه ذير ار تشالنجز يعني تمام. وبعد كده كلمتكم عن حاجه احسن شويه من المولكيولر دوكينج اللي هي المولكيولر داينامكس. انا قلت لكم بس فكرتها والبنفيتس المتوقعه منها والتشالنجز ذات ار فيسينج ذم, وقلت لكم الحاجات دي زياده فور ذوز هو ار انترستد. حد زعلان يا جماعه؟